مدرسة في مدرسة زلاقة في المستوى السادس ابتدائي. وأنا كنشكر جمعية أكواستانس من المغرب لأنها ساهمت في إنشاء مرافق صحية التي تحارب الهدر المدرسي خصوصا عند التلاميذ ومحاربة أيضا الهدر المدرسي عند الفتيات. أنا تلميذة كنقرا في السوق الاثنين أيت بوخيو، وكنشكر هاد الجمعية ديال أكوا أسيستونس اللي ساعدتنا على التعليم وبنات لنا المرافق وجابت لنا الأسرة، وأنا فرحانة حيت تقدموا لنا اليوم وشاهدونا عبر الأنشطة ديالنا وكنشكرهم بزاف. بحفاوة الاستقبال اللي تفوق بكثير النشاط هذا كيندرج بطبيعة الحال في إطار الأنشطة اللي كتقوم بها أكواستانس ماروك، اللي هي إنشاء وتحسين المرافق الصحية للمدارس. هذا النهار هذا تمت الحمد لله بحمد الله استكمال الأشغال ديال مدرسة زلاقة اللي كتوجد في إقليم خنيفرة، اللي كتضم ما يقارب 398 تلميذ وتلميذة اللي نجزا فيها مرافق صحية لاستهداف التلميذات اللي ما كانش عندهم مرافق صحيه، كانوا مخلطين مع الوليدات في هذه المدرسه. هذه المدرسه مدرسه زلاقه هي مدرسه عريقه تاسست في 1938، وحصلنا الشرف اننا جينا هنايا ساهمنا بواحد الشكل متواضع من اجل تحسين الشروط ديال الاشتغال، وايضا نجزنا في نفس المنطقه ايضا انشاء مرافق صحيه للمدرسه الجماعيه في 2 ايت برخوف دار التلميذ، وايضا مساهمه منا ايضا في هذا الهدف اللي هو تحسين ظروف الاشتغال ومحاربه الهدر المدرسي. وايضا وزعنا ايضا واحد ما يقارب 40 سرير من اجل تجهيز الداخليه ديال دار التلميذ اللي كانوا كينقصوها هاد الاسره هذه. المده ديال 2018 2021 تقريبا فيما يخص المدارس قدرنا نجهزوا تقريبا 5 المدارس تقريبا هاد المرافق الصحيه واللي استفدت منها اكثر من 1000 تلميذ. Nous sommes aujourd'hui dans la région de Khnifra, plus exactement à l'école communautaire Soktnin Aït Boukhiyou. Nous avons aujourd'hui le plaisir de voir les sourires des enfants à travers la réalisation et la concrétisation du projet de doter l'école et aussi de Dar Atilmide par des blocs sanitaires réservés aux jeunes élèves, jeunes masculins et aussi féminins. Des petites filles, des petits garçons qui n'ont pas eu la chance d'avoir des éléments essentiels. C'est des blocs sanitaires, donc ça nous paraît tout simple, mais nous avons découvert à travers nos investigations que quelques écoles, typiquement là où nous sommes, ne disposent pas des projets de base.